Game on. لقد بدأت اللعبة. من موقع المنافس الحقيقي يشعر ريك سانتوروم بأنه مستعد لخوض كل الطرق التي توصله إلى البيت الأبيض. لقد ظهر من ضمن حزمة المرشحين الجمهوريين للرئاسة في ولاية أيوا لكي يصل إلى معدل لا بأس به في القمة. فقط 8 أصوات تفوق بها ميت رومني، وهذا كاف لكي يعيد سانتوروم إنعاش حملته الرئاسية الانتخابية. أعطانا الله هذا البلد العظيم لكي نسمح للشعب أن يكون حرا. لقد أعطانا الكرامة لأننا من مخلوقاته جميعا. سانتوروم تعثر في استطلاعات الرأي لأشهر عدة، ولكن السيناتور السابق يحسن الكلام، يرفض الإجهاض وهو متدين ويبدو أنه يحسن مخاطبة الجمهوريين. أريد قائدا سيكون قائدا قويا، وخصوصا ذاك الذي سيعمل من أجل حماية حياتنا. الفوز الذي حققه سيناتور ماساتشوستس ميت رومني مهم أيضا وإن كان صغيرا، وهو يعمل الآن على استكمال حملته الانتخابية من دون أخطاء ومن خلال التركيز على الاقتصاد وباراك أوباما. أحب أرضنا، أحب فكرة أن تكون بلادنا أرض الفرص لنعيد بناء عظمة أمريكا ونبقيها أمل العالم أجمع. أيوا هي ولاية أمريكية صغيرة وبالكاد تشكل 1% من نسبة سكان الولايات المتحدة، لكن ثقلها السياسي يكمن في أنها تشهد عملية التصويت الأول لهذا الموسم في معركة تبدو الأشد شراسة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.